هعمل معاكم النهاردة الفراخ بالمشروم بطريقة لذيذة جدا. عندي صدور الفراخ مخلية، عندنا المشروم، عندي قشطة، جبنة بارميجن، الكابريز بيكون لذيذ جدا، عندي كمان لبن ونشا وكزبرة وزعتر وثوم مفروم. أول حاجة هعملها إن أنا عايزة أشوح الفراخ بتاعتي. هجيب الفراخ في طاسة، هحط شوية زيت وهجيب الفراخ بتاعتي. يلا وهحطها تاخد تشويحة حلوة. هرش عليها رشة ملح ورشة فلفل. يلا هاجي اعمل الصوص بتاعي، هحط هنا شوية من الزيت وهحط الثوم هحط المشروم بتاعي ومع المشروم هنحط الزعتر الفريش بيدي نكهات حلوة جدا وهسيب المشروم بتاعي يدبل خالص. يلا بينا. تسويحة حلوة وسريعة، بصوا بقى جماله. اهو وهزوده سنة من الزيت. الله 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 على الريحة والطعم الجميل قوي قوي زي ما احنا شايفين. واول ما الاقيه بدأ ياخد كده تشويحة حلوة هجيب القشطة الله 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 بصوا بقى الجمال. كده القشطة تبدأ تسيح معايا اهو. شوفوا 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 هنزل الكيبرز بتاعتي مع الخضرة، البقدونس والكزبرة بيدونا طعم حلو قوي قوي لكل الأكلات، فعايزاكم دايما تحطوا من الخضرة في كل أكلكم سواء كان أكل على النار أكل فريش، كله 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 حطوا الخضرة فيها. بصوا بقى اهو اول ما الاقيه كده انه القشطة بتاعتي ذابت هبدأ ان انا احط اللبن اسيبه يغلي يتقل. اهو كده
انا كل ده ما حطيتش ملح خالص علشان انا لسه هحط الجبنه الفارميجن كمان، عشان عندنا الكيبرز بيكون حادق بطبعه. هقلب بقى الفراخ بتاعتي على الناحيه الثانيه، تاخد شويه كده. يلا عايزين نتاكد من السوى، ودي حاجه مهمه جدا 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 للايه، للوصفه بتاعتنا اهو كده. وزي ما انتم شايفين انا الفراخ عاملاها حاجه بيزك قوي قوي قوي. هحط هنا شويه بقى من البارميجان اهو، وهقلب زي ما احنا شايفين كده. بعدين هزود هنا شويه من اللبن، وايه هحطه على الفراخ يكمل السوى، يستوي الاثنين مع بعض. بسم الله اهو. قبل ما نطلع الفاصل تعالوا اقول لكم انا عملت ايه. اول حاجه عملتها حطيت الفراخ بتاعتي اتشوحت على الناحيتين، وبعدين في الطاسه جبت تومة مع شوية الزيت، وحطيت معاها المشروم اتشوح، حطينا الزعتر، الخضرة الحلوة، البقدونس، الكزبرة، أي خضرة بتحبوها حطوها، وحطينا الكيبرز. بعدين حطينا القشطة تسيح أول مساحة، حطيت على طول اللبن وإيه ونقلب. بعدين حطيت شوية بارميجان تشيز، جبنة بارميجان، وحطيت اللبن وسبتها بقى هنا. بصوا اسيبها كده لحد ما ايه الفراخ تتشرب الطعم الحلو قوي اللي احنا عملناه. طول ما احنا ماشيين لازم ندوق طعم الاكل، فدوقوا طعم الاكل ستيب ستيب، كل خطوه، علشان تعرفوا تزودوا ملح، تنقصوا، يعني ان انا اقدر احط ازود شويه لبن فيشرب معايا الملح. بس هحط معاها شويه من النشا اللي احنا عاملينه مع بعض، نتقل بيه الصوص بتاعنا الجميل اهو كده. والنشا من الحاجات الحلوه جدا اللي احنا نقدر نغير بيها، بصوا، سماكه الاكل من غير ما يغير طعم ولا يكلكع ولا ايه اي حاجه من الحركات دي اهو. شوفوا الجمال والحلاوه كده. عندي الصوص جاهز، طعم جميل، والفراخ اخدت الايه السوى المظبوط اهو. كل ما تقعد على النار اكتر كل ما هتتقل اكتر زي ما احنا عايزين نقعده. يلا بينا، تعالوا بقى ناخدها للتقديم. يلا بينا كده، وايه هنحطها على طول في طبق التقديم.